السلام عليكم. اليوم نروحوا الولاية تاع البويرة وبالضبط في بلدية عين بسام لنقف على المشروع تاع المجمع الإسلامي أو المركز الثقافي الإسلامي في مدينة عين بسام، واللي يعتبر واحد من أكبر وأجمل يعني المجمعات الدينية والمراكز الثقافية في الجزائر، حيث أنه يحتوي المسجد الكبير هذا رائع من ناحية يعني الشكل الهندسي والنماذج الموظفة في هذا البناء الرائع، اللي أكيد سوف يؤدي الوظيفة الدينية تاعه والتربوية، وكذلك سوف يساهم في تطوير النسق العمراني تاع المدن تاعنا بإضافات يعني هندسية ومعمارية. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.